مشاهدينا الكرام، للمزيد من المتابعة حول زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة أرمينيا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور محمد، مساء الخير. دكتور محمد، حضرتك معايا على التليفون. دكتور محمد، حضرتك سامعني على الهاتف؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات. نعود ونذكركم مشاهدينا أن رئيس جمهورية أرمينيا فاهان خاتشوريان كان قد استقبل صباح اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الرئاسي في العاصمة يريفان، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي، تم خلالها استعراض حرس الشرف وعزف السلام الوطني لكلا البلدين. مشاهدينا الكرام، سيجري الرئيس السيسي اليوم مباحثات مع نظيره الأرميني ورئيس الوزراء الأرميني من أجل تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، هذا بجانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سيتم خلال هذه الزيارة المهمة أيضا توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك. كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى العاصمة الأرمينية يريفان أمس في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا. ينضم إلينا مرة أخرى دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات. دكتور محمد، صباح الخير. دكتور محمد، حضرتك سامعني؟ مشاهدينا الكرام، تتميز العلاقات بين مصر وأرمينيا بأنها علاقات صداقة وتعاون وثيقة، وأهم ما يميز هذه العلاقات بين البلدين تقدير أرمينيا لموقف مصر المحايد من نزاع ناغورنو كاراباخ، وكذلك استضافة مصر للأرمن الفارين من المذابح التي تمت ضدهم وقد تم ضمهم في المجتمع المصري. خلال السنوات الماضية تمكنت مصر وأرمينيا من إقامة علاقات قوية بين الدول وتطوير وتعميق التعاون الثنائي متعدد التخصصات. هذه الزيارة المهمة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن جولة آسيوية سبقتها أذربيجان والهند تعد تهدف إلى توثيق العلاقات الدبلوماسية بين هذه الدول، وأيضا العلاقات الدبلوماسية تحديدا التي تجمع بين مصر وأرمينيا. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، صباح الخير. صباح الخير، أهلا بك. سيادة السفير، نتابع جميعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرمينيا والتي سبقتها زيارته إلى أذربيجان والهند، كيف تثمن هذه الجولات؟ يعني جهد كبير بدأ منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اننا ابتدينا نستخدم دبلوماسية الرئاسة. نعم. هي اقوى وسيلة للتعامل في العلاقات الخارجية، وكما نرى الرئيس موجود في ارمينيا ومعه 5 وزراء، فبالتالي تتقرر الامور على المستوى الرئاسي، يجري التنفيذ على الفور، وبنفتح كل الملفات اللي كانت راكدة، لان طبعا الدول دي كانت كلها تبع الاتحاد السوفيتي السابق. لما انهارت الشيوعيه وحائط برلين ابتدينا تفتر العلاقات شويه، لان الى ان استقلت هذه الدول
نعم واعترفنا بها، والآن نجدد هذه الصلات لأن في مصالح كثيرة تربط مصر بهذه البلدان وكانت أسواق تقليدية لنا. إنما الأرمن بالذات لهم قصة طريفة وفريدة كما أشرتم في التقرير، فإن مصر استضافت جالية ضخمة من الأرمن عندما تعرضوا للتنكيل بهم في أيام الإمبراطورية العثمانية. و يعني الجيل القديم زي حالاتي يعني مدرك كيف كان الأرمن مندمجين في الشعب المصري، يتحدثون العربية، هم يعني كانوا متخصصين في الميكانيكا والكهرباء ومثل هذه الأشياء. ثم لما براجع تاريخ وزارة الخارجية بلاقي إن اثنين من أوائل وزراء الخارجية كانوا أرمن في مصر، لأن كانوا الأرمن يجيدوا اللغات ولديهم موهبة إجادة الاتصال الخارجي، فبالتالي العلاقة طيبة وعلاقة قديمة، ونكاد نكون إن احنا نعتبر الشعب الأرمني جزء من الأطياف اللي موجودة عندنا في مصر، زي مثلا أصولنا التركية وبعض الناس اللي من أصول سعودية أو إماراتية أو ما إلى ذلك موجودين على أرض مصر، بل أن مصر تستضيف ملايين من الضيوف من السودان، من لبنان، من الفلسطينيين إلى آخر هذه الجنسيات. وأيضا الأرمن لهم تاريخ مشترك مع مصر، وبالتالي بنقيم العلاقات من جديد على أسس تاريخية من المودة ومن النظرة للمستقبل الذي يمكن أن يجدد نوعية المصالح بين البلدين والشعبين، علما بأن أرمينيا الحالية دولة صغيرة نسبيا 3 ملايين وحجمها الاقتصادي محدود، إنما نحن نبحث عن كل فرصة لفتح أسواق ولدعوة نظراء لنا للتعامل معنا في التجارة، في الاستثمار، في البحوث العلمية إلى آخر هذه المنظومة. نعم سيادة سفير، يعني من بين أجندة الرئيس السيسي أنه عقد منذ قليل جلسة مباحثات مع نظيره الأرمني في القصر الرئاسي في العاصمة الأرمينية يريفان. كيف يمكن تعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين على شتى الأصعدة من وجهة نظر حضرتك؟ هو ده اللي احنا بنعمله بالضبط، اننا رفعنا قدر الاتصالات الى المستوى الرئاسي، ثم الرئيس مع الوزراء المعنيين، وايضا كما راينا في اذربيجان عقد لقاءات مع مجموعه كبيره جدا من رجال الاعمال من الطرفين. فانا كرجل اعمال وبزور هذه البلدان بلاقي رجل اعمال زيي عنده فرصه اما اني استورد منه اشياء لازمه لنا، او اجد ان هو محتاج الى اشياء انا بنتجها في مصر واستطيع ان انا اصدرها الى ارمينيا. ثم بنعرض عليهم حاجتين من اكبر وسائل الجذب لاي مستثمر. واحد، الموقع الجغرافي العبقري اللي تقع فيه مصر وقناه السويس تحديدا، انه في منتصف العالم كله، فبالتالي بنقربهم الى الاسواق العالميه في اوروبا تحديدا وافريقيا والعالم العربي. الميزه الثانيه ان مصر اللي ينتج فيها بيصدر الى 2000 مليون مستهلك في افريقيا والدول العربيه واوروبا بدون جمارك، لان عندنا اتفاقيات تجاره حره تغطي 2000 مليون مستهلك، ده تحدي كبير. فاحنا محتاجين لانتاج انتاج انتاج قبل ان نفكر حتى في العمله وهندفع بايه او نتلقى ثمن صادراتنا بايه. انا شايف الناس ركزت قوي على حكايه الدولار والروبل والجنيه، ده مش المشكله. المشكله والتحدي والفرصه هي مزيد من الانتاج لنغطي مزيد من الطلبات في اسواق جديده. نعم سيادة سفير، سيتم أيضا خلال هذه الزيارة توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك سواء في الزراعة أو في الصناعة أو في مجال صناعة الأدوية. بالتأكيد، لأن احنا عندنا ميزات كبيرة من فضل الله علينا، أن احنا الجو النهاردة بنزرع طول الشتاء وأوروبا محرومة من هذا، يعني معظم البلدان اللي يغطيها الثلج الآن بتقعد 3 شهور في السنة لا تنتج. بالتالي صارت مصر من اكبر مصدري العالم في الموالح والبرتقال، في الخضر والفاكهه، في الزيتون، في البلح والتمور. يعني هيبقى عندنا سلسله من الصادرات الزراعيه
تغطي احتياجات اوروبا في وقت هي لا تنتج. حتى في هنا لا توجد منافسه، وانما هو سياده للمنتجات المصريه في هذه الاسواق. ايضا جديد طبعا النهارده نحن نتكلم في تكنولوجيا المعلومات وفي الاستفاده من نظم المعلومات الجديده، ومصر بتصدر برامج كمبيوتر دلوقتي ب 4-5 مليار دولار، وده فتح جديد لانه بيحتاج لشباب ومش محتاج لراس مال كبير. فليت شبابنا يتجه لهذه الصناعه، صناعه تكنولوجيا المعلومات. وكان الزياره في الهند غطت هذه النقطه تحديدا، لان الهند ما شاء الله متقدمه جدا في مجال برامج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. اذا يعني عاوز اقول، مش عاوز اطول عليك، انما عاوز اقول الملفات كثيره جدا. نعم. وطريقه الدبلوماسيه المصريه الان ان الرئيس مع الوزراء ومع رجال الاعمال فهتحصل يعني لقاءات كثيره لابد ان تسفر عن تحقيق مصالح كثيره. نعم، سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك. ينضم إلي أيضا على الهاتف مشاهدينا الأستاذ السيد هاني الكاتب المتخصص في الشؤون الدولية. أستاذ سيد صباح الخير. صباح الخير يا أستاذة نجلاء، تحياتي لك ولفريق العمل بالبرنامج وللسادة المشاهدين. أستاذ سيد، نتحدث عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة أرمينيا، ما مدى أهمية هذه الزيارة وخاصة في هذا التوقيت الذي يشهد فيه العالم تغيرات نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية؟ خليني أبدأ بتوجيه التحية لكم على التغطية المتميزة لهذه الزيارة ولجولة السيد الرئيس في ثلاث دول أسيوية، حتى أنه لم يتبقى لدي الآن ما يمكن أن أضيفه، ولكني سأجتهد. هذه الزيارة تكتسب أهمية بالغة لكونها زيارة تاريخية، ولكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يزور أرمينيا منذ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي السابق. هذه الزيارة بتلقى حفاوة وترحيب كبير على المستويين الرسمي والشعبي. بالنسبة للعلاقات المصرية الأرمينية، هي علاقات متميزة ولها خصوصية. أنا تابعت حضرتك مع الضيف أستاذنا الكبير معالي السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية، وهو يتحدث عن استقبال مصر للأرمن الذين فروا إليها أثناء الحرب العالمية الثانية الأولى في عام 1914-1915. ولكن لابد أن أشير إلى أن العلاقات المصرية الأرمينية قبل ذلك بعقود كثيرة. لعلنا نتذكر أن نوبار باشا هو أول رئيس لوزراء مصر. نعم. تولى رئاسة الحكومة المصرية أو رئاسة الوزراء المصري ثلاث مرات، كانت الأولى في 28 أغسطس 1878، والثالثة انتهت 1895. نوبار باشا هو الذي أسس الحكومة المصرية ووزراء ومجلس الوزراء، هو أيضا الذي أسس وزارة الخارجية. نعم. وكان أثناء توليه رئاسة الوزراء كان أيضا يشغل منصب وزير الخارجية، وشغل أيضا منصب وزير العدل، ويرجع له إسهام كبير في تأسيس الشرطة المصرية، لأنه هو الذي نظم عملية البوليس، وكذلك بيذكر له أنه هو الذي أنشأ خط سكة حديد الأسكندرية السويس. نوبار باشا تكريما له هناك شارع كبير اسمه شارع نوبار في منطقة عابدين، وهناك تمثال له، وهناك مدينة تحمل اسمها النوبارية الجديدة في محافظة البحيرة. العلاقات المصرية الأرمينية هي علاقات وثيقة وتاريخية وشعبية. هنا لابد أن أشير أن الجالية الأرمانية في مصر هي أكبر جالية أجنبية تعيش في مصر. نعم. وأن الجالية الأرمانية في مصر هي أيضا قدمت إسهامات كبيرة في تاريخ مصر، والتحمت بالشعب المصري واندمجت معه بشكل كبير، حتى أصبحت جزء لا يتجزأ أبدا من نسيج المجتمع المصري. أستاذ سيد، يعني اللقاءات التي كانت تتم بين مسؤولي البلدين مصر وأرمينيا خلال السنوات الماضية كانت تؤكد على ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في كافة المحافل الدولية المختلفة، تعليق حضرتك.
إذا تحدثنا عن التنسيق فلا بد أن أشير إلى أن أرمينيا تعلق أهمية كبيرة وأمال كبير على الدور المصري. خلينا نتذكر عندما نشبت الحرب الأذربيجانية الأرمينية في خريف 2021، اتصل رئيس أرمينيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي يطلب منه المساهمة في إنهاء القتال وتهدئة التوتر وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة. مصر طبعا كان لها موقف محايد، وهذا الموقف المحايد بيتيح لمصر، أعتقد أنا كمراقب، ما لم يعلن في وسائل الإعلام حتى الآن ولا في أي تغطية، هو أنه الموقف الحيادي لمصر أتاح لها فرصة لكي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي ربما بدور للوساطة بين أرمينيا وأذربيجان لتهدئة التوتر ومنع القتال، لأن القتال بين الجانبين برغم اتفاقية وقف إطلاق النار التي تم توقيعها في موسكو في نوفمبر 2021 إلا أن التوتر ما زال قائما، وهناك اشتباكات عسكرية مسلحة تنشب من وقت إلى آخر. نعم. وبالتالي البلدان في حاجة إلى اتفاقية سلام. هناك فرصة مهيئة للرئيس عبد الفتاح السيسي للقيام بوساطة بين الدولتين، لأنه كما نرى الرئيس عبد الفتاح السيسي قادم إلى أرمينيا من أذربيجان. نعم. وبالتالي فمصر بتحتفظ بعلاقات متوازنة وعلاقات جيدة مع الجانبين. أستاذ سيد، يعني خلال هذه الزيارة سيكون هناك توقيع العديد من الاتفاقيات، وأيضا سيكون هناك بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، منها المجالات الزراعية والصناعية وصناعة الأدوية، وأيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال السياحي الذي شهد تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث تعمل مصر وأرمينيا على تعزيز العلاقات بينهما، خاصة في هذا المجال لأن يزور مصر ما يقرب من 10,000 سائح سنويا. أستاذة نجلاء، كما تلاحظين أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين أقل كثيرا من العلاقات السياسية المتميزة التي تربطهما. لماذا؟ لأن أرمينيا دولة مغلقة، هي بتطل على يعني لا تطل على البحر من البحارة التي تصل إلى مصر، وبالتالي ما فيش خطوط مواصلات تساعد على نقل البضائع بين الجانبين باستثناء الطائرات، ولكن الطائرات طبعا لا تصلح لنقل القمح أو لا تصلح لنقل المعدات الثقيلة. وبالتالي لأن أرمينيا دولة مغلقة لا تربطها حدود أو لا يعني لا تطل على بحار يمكن يعني قيام سفن بنقل التجارة والبضائع بين البلدين، فده سبب في انخفاض معدل التجارة المتبادلة. ولكن هناك إرادة سياسية للتعاون في مختلف مجالات زي صناعة الأدوية زي ما حضرتك ذكرتي، والمجالات التي لا تحتاج إلى نقل بواسطة السفن أو بواسطة القطارات. هناك إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية. هناك أيضا تنسيق متبادل في المحافل الدولية، فأرمينيا دائما تقف إلى جانب مصر في كافة مشروعات القرارات التي تتقدم بها مصر إلى مختلف المنظمات الدولية. هناك دائما زيارات متبادلة على أعلى مستوى، تبادل زيارات بين وزراء الخارجية، تبادل زيارات بين الوزراء في مختلف المجالات. رئيس أرمينيا زار مصر في عام 2007، وهناك يعني احنا خلينا كده نلاحظ أشياء ونستنتج منها. عندما اعترفت مصر باستقلال أرمينيا في عام 1992، قامت أرمينيا مباشرة بفتح سفارة لها في القاهرة في مارس 1992. مصر أيضا فتحت سفارة لها في بريفان في مايو 1993. نعم. مصر أنشأت وأسست الصندوق الفني للتعاون أو لدعم دول الكومنولث الجديدة، ولما نقول دول الكومنولث الجديدة المقصود بها هي الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي بعد تفككه في ديسمبر 1991، وليس دول الكومنولث التابعة للمملكة المتحدة بريطانيا. إذن فهناك علاقات متميزة تربط الجانبين، علاقات شعبية، علاقات ثقافية، علاقات تاريخية، علاقات أيضا تعاون علمي بين الجانبين،
ويعني كما ذكرت أن الجالية الأرمينية في مصر هي أكبر جالية أرمينية في العالم تعيش خارج أرمينيا، وهي أيضا أكبر جالية أجنبية تعيش في مصر. هذه العلاقات بتمثل أرضية مشتركة ورصيد كبير لدعم وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات، خاصة موقف مصر المحايد ضد النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناغورنو كاراباخ، والتي نشدت فيه مصر الطرفين بضبط النفس ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار من أجل الوصول لتسوية بالطرق السلمية وفقا لمقررات الشرعيات الدولية. بحييك يا أستاذة نجلاء على ذكر هذه النقطة بهذا التفصيل، وكما ذكرت بأن هذا الموقف الحيادي والمتوازن والذي اتسم بالحكمة والعقلانية من جانب القيادة المصرية بيؤهل القيادة المصرية دائما للقيام بدور للوساطة بين أذربيجان وأرمينيا ولتهدئة التوتر بين الجانبين كلما اشتعل التوتر أو حدثت مناوشات أو اشتباكات مسلحة بين الجانبين. أيضا أستاذ سيد، يعني خلال هذه الزيارة سيكون هناك تبادل وجهات النظر والتباحث بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة الصراعات التي تدور في عدة دول سواء في منطقة الشرق الأوسط أو الحرب الروسية الأوكرانية. القيادة الأرمينية كانت في انتظار هذه الزيارة لأنها بتهيئ الفرصة وبتتيح وقت لتبادل وجهات النظر بين القيادتين الرئيس المصري والرئيس الأرميني، وكذلك مستويات أدنى على مستوى الوزراء والرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تابعنا على شاشة التلفزيون استقبله الرئيس الأرميني صباح اليوم، أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يلتقي برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، ولا شك أن هذه اللقاءات سيتم خلالها تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا الدولية. أرمينيا بتعيش أزمة شديدة بخصوص الأراضي المتنازع عليها مع أذربيجان، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط وضع متوتر وهناك أزمات وحالة انسداد سياسي بتعاني منها بعض الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وأرمينيا مهتمة بالدول الشرق الأوسط لأن هناك أجاليات أرمينية كثيرة تعيش في الدول العربية ودول الشرق الأوسط. في جالية أرمينية طبعا كما أشرنا في مصر هي أكبر جالية أرمينية أجنبية تعيش خارج أرمينيا، هناك جالية أرمينية في لبنان في العراق في الأردن، الأرمن منتشرين في المنطقة، وبالتالي ما يجري في المنطقة يهم أرمينيا، وأرمينيا يعني يهمها أن تتعاون مع مصر في السعي لإحلال السلام والاستقرار والأمن في الدول العربية ودول الشرق الأوسط، كما يهمها أيضا المساعي المصرية لإحلال السلام وإنهاء التوتر مع أذربيجان. نعم أستاذ سيد، يعني هذه الزيارة قوبلت بحفاوة كبيرة سواء من قبل القيادة السياسية أو وسائل الإعلام، كان هناك ترحيب بزيارة الرئيس السيسي إلى جمهورية أرمينيا، وهذا ما يؤكد بالطبع الدور المهم التي تقوم به مصر ومكانة مصر لدى دول العالم. بلا شك مصر تتمتع بمكانة كبيرة ومكانة تحظى باحترام وتقدير من كافة دول العالم ولا أبالغ. أستاذ سيد اسمح لي ننتقل الآن إلى جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية أرمينيا.